ما هو مخدر الشابو؟ مخدر الشابو هو أحد المواد الكيميائية المستخرجة من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي، والذي يأتي في شكل بلورات كريستالية ويسبب تأثير إدماني شديد عند التعاطي المستمر له. دائما ما يبحث تجار المخدرات عن كل ما هو جديد في عالم الإدمان، حتى يستطيعوا أن يجذبوا فئات جديدة من الشباب. وفي الآونة الأخيرة ظهر الكريستال ميث أو الشابو، وهو يعتبر أحد أخطر تلك المخدرات في الوطن العربي، وترجع شهرته إلى أنه يجعل متعاطيه في حالة كبيرة من الهلاوس البصرية والهلاوس السمعية، وذلك عند تناولهم جرعة واحدة فقط. لكن الخطير في ذلك المخدر الجديد هو أن تأثير هذه الجرعة قد يمتد تأثيرها ومفعولها إلى شهر كامل، وتعتبر آثار ذلك المخدر الجديد مشابه لآثار الكوكايين، لكنه يحمل مجموعة من المخاطر الصحية الكبيرة، والتي يمتد مفعولها على المدى البعيد عند تناول الكريستال ميث. إذن العلاج من إدمان الشابو والإسراع فيه ينقذ حياتك، حقيقة مؤكدة. فكل لحظة أثناء العلاج تجنبك مصير مظلم ينتهي بالسجن أو الوفاة، ومع خطورة المخدر إلى أنه يمكنك إنهاء سيطرته عليك من خلال الخضوع لخطة علاج شاملة، ولا تقتصر فقط على سحب السموم من جسدك، وإنما علاجا نفسيا وتغيير شخصيتك تماما لتعود كشخص طبيعيا مرة أخرى.